تكريم خاص جدا، اسعدني جدا جدا من جمهوري الجميل والحبيب في مصر والعالم العربي. تكريم يعطى لكل فنان كل 10 سنين، وده يمكن الشيء المختلف والرائع اللي في الموضوع، ان انا حاسس انه يعني هذا اللقب هفضل محتفظ بيه على صدري وسام على صدري لمدة 10 سنين اللي جايين. كل التمنيات بالتوفيق لكل زملائي اللي فازوا النهاردة، وسعيد بوجودكم معايا. النجم هاني شاكر الجديد اللي بحضر له ان شاء الله في غنوة سنجل بإذن الله هنحضرها وتنزل على العيد اللي جاي ان شاء الله. النقابة مرة تانية بعد كده تنزل النقابة زي الفل، نقابة جميلة بمجلس الإدارة وبأعضاء الجمعية العمومية، ولن نلتفت لهذه المحاولات يعني عشان تخلينا نبعد عن الشغل الاساسي اللي احنا جايين نعمله في النقابه. نزل يا جماعه المايك، نزلوا ايديكم، نزلوا ايديكم. على فكره انتوا مش فاهم، طول عليا وعلى النقابه الفتره اللي فاتت، هتشوف واخد جزاءه بالقانون الفتره اللي جايه، وفي اخبار مفرحه جدا جدا جدا.